هذا الفيديو فقر بالمعنى الحرفي، صار لي 3 ايام اصور بيه. اليوم الاول صورت وكنت لابس شفقه، ما عجبتني الشفقه فقررت انه انزع الشفقه واصور. اليوم الثاني نزعت الشفقه ودا اصور، الصوت ما كان واضح. اليوم الثالث بعد ما وصل اليوم الثالث وهذا جيراننا فتح الماطور مال المي والصوت لسمعوه. اليوم الثالث اللي هو اليوم اجيت دا اصور ومضبط الامور، والحلقه كانت راح تكون حلقه محضر لها بشكل مميز، لكن دا اصور وعلى نص الحلقه الكاميرا وقعت واستشهدت، فلهذا قررت انه اكمل الفيديو واصور بالحديقه. هذا الفيديو عباره عن فقر، راح نتكلم به عن شلون راح نتاهل كاس العالم، وهل بالامكان ان نتاهل كاس العالم اللي ستقام بقطر بعام 2022 اذا ما تاجلت بسبب الكورونا او بسبب هذا الفيديو يمكن راح تلغي. انطينا لايك وسبسكرايب وخلنا نبدا الحلقه. اما هذا الاغراب فصار صديق القناه وحفد شويه يمكن يسوي لنا لايك وسبسكرايب. يا ابو والله العظيم ما دا اكذب عليكم، صورت نص الحلقه هسه ورحت دا اشيكها لقيت ما فاتح المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونون بخير وصحه وسلامه. راح ارجع اصور الحلقه من جديد واتمنى هالمره ماكو عراقيل بهذا الفيديو. فدوه لكم وفدوه للشعب العراقي وفدوه للمنتخب العراقي، كل ادوات التصوير اللي امتلكها. حلقتنا اليوم راح تتكلم عن فرص تأهل منتخبنا إلى كأس العالم 2022، أو بالأحرى شنو الخطوات اللي لازم نسويها حتى نتأهل إلى 2022 أو نزيد فرصنا بالتأهل. بالنسبة لي عندي نقطتين اليوم راح أطرحها، نقطتين هي اللي أشوفها جوهرية، أما إذا تريد تبحث عن هواية نقاط فأقول لك إنه الوقت فاتنا، لأنه حاليا كأس العالم بدت تقرب علينا وإحنا لحد الآن نفكر باستدعاء لاعبين عراقيين مغتربين مثلا وهم الى حد الان ما مسجلين بالاتحاد العراقي. ففكره انه تقول لي نسحب المغتربين ونسحب فلان لاعب وفلان لاعب، هذه اني من وجهه نظري نشوفها انه الوقت عدى عليها، خصوصا اللاعبين اللي الى الان ما مسجلين كلاعبين عراقيين، اما اللاعبين مسجلين عراقيين فهم حيكونون جزء من موضوعي. اذا انت ملحق على 4 كؤوس عالم او 5 او حتى 6، من الطبيعي راح تلاحظ انه المنتخبات اللي تتأهل من قارة آسيا هم كل من كوريا، اليابان، والسعودية، وإيران، وحديثا او قبل 10 الى 12 سنة انضافت استراليا الى آسيا بسبب محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق اللي جاب استراليا من قارة وخلاها عندنا، وصارت دائما تاخذ مقعد ثابت بكأس العالم على حساب المنتخبات العربية، وبنفس الوقت من اجى ودخلها الى قارتنا ما انطانا نص مقعد، حتى ما انطانا اياه وخلى مقاعد آسيا 4 مقاعد ونص. ولهذا تشوفون المنتخبات الآسيوية صعب جدا ان توصل الى كأس العالم، لانه فارق مستويات كبير وعدد المقاعد تقريبا 4، حتى النص غالبا ما كنا نلعب الملحق الآسيوية ويا 5 أو 6 أمريكا الجنوبية، وهذا الشيء صعب بالنسبة إلى أي منتخب أنه تواجه 5 أمريكا الجنوبية وتتأهل على حسابه. ومو بس هيك، أنا أشوف طريقة التأهل إلى كأس العالم بالنسبة للمنتخبات الآسيوية أصعب طريقة، أصعب من نظيرتها المنتخبات العربية اللي بأفريقيا، لأنه إحنا يظل دورينا أشبه بالدوري، يعني كملنا من مجموعة نروح نتأهل نروح المجموعة أخرى، وماكو مباراة فاصلة أنه تخليك تصعد أو تتأهل بشكل مباشر، لا تظل تلعب بنظام الدوري على ما تتأهل إلى كأس العالم، بينما بأفريقيا
مواجهة مباشرة ذهاب وإياب وخلص انتهي، يعني ممكن أنه تقدم مباراة قوية بأرضك وممكن تدافع بأرض الخصم وتتأهل كأس العالم، بينما بآسيا لا، دوري تظل تلعب 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 وأفضل اثنين يتأهلون، وهذا الشيء جدا صعب. ولهذا أحيانا نشوف هواية منتخبات عربية أفريقية متأهلين إلى كأس العالم عكس منتخبات آسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه منتخبات عرب أفريقية مستواهم أفضل بعشرات المرات من منتخبات عرب آسيا. لكن أيضا من وجهة نظري نظام التأهل بأفريقيا أفضل من نظام التأهل بآسيا. وضع منتخبنا الحالي موجود بمجموعة بها البحرين وإيران وهو المتصدر، ويمكن التوقف الدولي أضر بالمجموعة هذه، لأنه ممكن أنه المنتخب الإيراني يرجع أو صدمة وجوده بالمركز الثالث هذه الفترة التوقفات راح يستفاد من عدها ويرجع يلملم جراحة، يرجع يقدم مستويات ممكن جيدة، خصوصا أنه هو كان مبدل مدربه. فلهذا أنا أشوف أنه فترة التوقف هذه ممكن فادت المنتخب الإيراني وأضرت منتخبنا. مع هذا إحنا متصدرين ومتأهلين لأنه مبارياتنا سهلة إن شاء الله. أول خطوة للمنتخب العراقي إذا أريد يتأهل كأس العالم ما راح تعتمد عليه، بل راح تعتمد على منتخب البحرين. فمن وجهة نظري إذا تريد تتأهل إلى كأس العالم لازم تطلع أحد المنتخبات التالية: اليابان، كوريا، إيران، وأستراليا. إذا قدرت تطلع هذول المنتخبات بهذا الدور، يعني الدور قبل النهائي اللي نعتبره، فأنت نوعا ما زادت حضورك بالتأهل إلى كأس العالم. يعني إذا طلعت إيران ممكن أنه ينفسح المجال المنتخب العراق أن يتأهل إلى كأس العالم، وإذا طلعت اليابان وإيران أيضا المجال راح ينفسح أمام منتخب العراق للتأهل إلى كأس العالم وهكذا. وبما أنه أقرب فرضية لخروج منتخب منافس على كأس العالم هو خروج منتخب إيران اللي عنده مواجهة مصيرية أمام البحرين، فالبحرين إذا قدمت لنا خدمة وساهمت بخروج إيران من هذا الدور وما خلته يتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، ففرصنا راح تزيد وممكن أن نتأهل إلى كأس العالم، بشرط أن نقدم مستويات طيبة ومميزة وتخدمنا أرضنا باللعب أمام الخصوم. فالخطوة الأولى هي أنه البحرين تساهم بخروج إيران من التصفيات، كذلك أنه إحنا نقدم بالمرحلة النهائية مباريات جيدة، عسى ولعل أن الاتحاد الآسيوي يسمح لنا أن نلعب بأرضنا. أما النقطة الثانية اللي أعتبرها نقطة تعتمد علينا إحنا كمنتخب ولاعبين، منتخبنا الوطني 21 لاعب، نؤمن بقدراتهم، نؤمن بأنه هم شباب، لكن بنفس الوقت إحنا طموحين ونؤمن بالمزيد. فعندنا حسب وجهة نظري بكل مركز بالمنتخب الوطني أكو شيء ينقصه، يعني إذا تكلمنا عن خط الدفاع والوسط والهجوم وحراسة المرمى راح نحتاج ناس يجون يحلون محلات بعض اللاعبين، ناس ممكن أنه تعتمد عليهم ويكونون هم صمام الأمان بالنسبة لبعض المباريات القوية، لأنه بالمرحلة النهائية ممكن تواجه أستراليا، ممكن تواجه كوريا واليابان والسعودية، منتخبات كبيرة، منتخبات صعب أنه تسجل ويسجلون عليك بسهولة، مثل ما كانت تصير ويانا بهذه التصفيات، كنا نسجل أهداف وبسهولة يسجلون علينا هدف التعادل بسبب خطأ حارس أو خطأ مدافع. فإذا بدينا بحراسة المرمى نحتاج حارس جديد. بكل أمانة تحياتي للحراس الحاليين للمنتخب العراقي، لكن بالمرحلة النهائية نحتاج حارس نعتمد عليه. بالتأكيد كلكم راح تكتبوا لي نحتاج قيس العاني الحارس المغترب اللي يمتلك طول فارع ما شاء الله عليه، لكن من وجهة نظري راح نحتاج علي كاظم حارس المنتخب الأولمبي. ليش؟ لأنه قيس العاني لحد الآن ما حد يؤمن بقدراته ولا أحد انطاه مجال، ويمكن حتى عنده خلل بأوراقه، يمكن قبل شهر أو شهرين كملت أوراقه، ومن الصعوبة أنه حاليا تجي تجيب كتنش وتقول له أو مدرب حراس المرمى تقول له يلا جيب قيس العاني وخليه هو الحارس الأساسي. منه هو إحنا الحارس اللي إذا نجربه واللي قدم أداء جيد قدام عيوننا ما ننطيه مجال. فهل من المتوقع أنه تتوقع أنه كتنج أو مدرب حراس المرمى راح يجيب حارس مغترب على مود ينطيه فرصة؟ لا، خلينا نكون واقعيين، فرصة حارس المنتخب الأولمبي علي كاظم هي الأكثر من نظيره قيس العاني. فبمركز حراسة المرمى نحتاج حارس أساسي وحارس جديد نقاتل به بالمرحلة النهائية اللي تأهلنا لكأس العالم. أما إذا تكلمنا عن خط الدفاع حاليا كتنش نوعا ما يلعب بخمس مدافعين معروفين، بدايتهم أحمد إبراهيم، سعد ناطق،
نوعا ما ريبين سلاقة على أمهاوي وعلي عدنان. بالتأكيد ما حد عنده اختلاف أنه سعد ناطق، أحمد إبراهيم، علي عدنان من المدافعين الرائعين والمميزين واللي يعتبرون أساسيين وما لهم بديل بالمنتخب العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار عندنا بديل رائع ومميز لعلي عدنان اللي هو اللاعب المميز والرائع ضرغام. لكن الخلل بخط الدفاع أنا أشوفه ريبين سولاقة وعلاء أمهاوي. اللاعبين مستواهم متذبذب، بيوم تشوفهم يقدمون مباراة حلوة وبيوم مباراة سيئة جدا. عندك ريبين سولاقة ليش اختاريته؟ انه ممكن ما يفيدنا او ممكن انه لازم نلقى له بديل، لانه حاليا ريبين سولاقة ما عنده نادي. ريبين سولاقة حاليا لا يمارس كرة القدم قبل كارثة الكورونا، يعني اذا رجعت كرة القدم فلازم يبحث له عن نادي جديد. لهذا وجود لاعب بديل ريبين سولاقة هو احد اساسات التغيير بالمنتخب العراقي. اما علاء امهاوي فمستواه متذبذب، مباراة يعطيك اداء قوي ومباراة يعطيك اداء ضعيف، ولاعب متذبذب الاداء ممكن نحتاج الى بديل له بالتصفيات النهائية الى كأس العالم. فقد نشوف علاء امهاوي لاعب بديل او قد نشوفه اساسي على شرط وجود لاعب بديل بدلا عنه. قد تكون مشكلة ريبين سهلة لانه عندنا بدلاء هواية، لكن مشكلة علاء امهاوي انه ما عنده بديل، ولهذا نحتاج الى بديل جاهز بالفترة المقبلة لعلاء امهاوي. ولانه راح اكون واقعي وياكم، الكل راح يطالب بلاعبين مغتربين. احنا مشكلة المغتربين مشكلة كبيرة جدا، المغتربين اللي الكل يكتب لي عليهم تعليقات هم لحد الآن مو مسجلين كلاعبين عراقيين. فأنت تتخيل السنين اللي مضت كلها ما سجلوها لاعبين عراقيين، حيجون خلال هذه الفترة الحرجة راح يسجلوهم عراقيين ويسمحون لهم يلعبون ويا المنتخب. أنا أتخيل أنه هذا الشيء صعب حاليا، صعب على الاتحاد العراقي أن يسويه، فلهذا راح يروح على أسهل اللاعبين الموجودين. وبما أنه وصلنا الخط الوسط، أنا أشوف له أي العاني وجوده بخط الوسط ضرورة ملحة. عندنا لاعبين وسط جيدين، هواية عندنا لاعبين وسط جيدين، لكن له أي العاني ولمساته كلاعب مغترب ممكن انه نجيبه، وهذا المغترب راح يكون جاهز لانه اوراقه جاهزه. اما اذا وصلنا لخط الهجوم فبالتاكيد احنا عندنا بالهجوم حاليا مهند علي، علاء عباس، وعلاء عبد الزهرة. ممكن انه البعض ينادي بايمن حسين وبعض اللاعبين المهاجمين. انا اشوف انه علاء عباس ومهند علي لاعبين جيدون رائعين، وممكن انه اذا اجى وياهم لاعب اخر لاعب خبره ممكن الموضوع نقدر نمشي به تصفيات كأس العالم بالمرحلة النهائية. إذا طلع عنا مهاجم جيد ومميز من المغتربين وجاهز أي نحتاج، لكن إذا ما عندنا لاعب مهاجم مميز وجاهز يعني أوراقه جاهزة، فأنا أعتقد أنه خط الهجوم كافي عليه بالمرحلة القادمة، ممكن أنه يقدم أداء طيب. وقبل ما أنسى الفيديو، بالهجوم إذا المدرب قدر يرجع لنا جاستن ميرام فأني مع عودته، لأنه لاعب عنده لمسات جيدة ومهاجم رائع ومميز، ممكن أن يلعب ورا ميمي ويسانده بكرات جيدة ومميزة. أما إذا قلت لي لؤي العاني ويا جاستن ميرام، فراح يكون هجومنا قاتل، لاعب خط وسط ينطي نطيات كلش حلوة، وجاستن ميرام لاعب عنده خبرة ويعرف وين يوقف. فلهذا النقطة الثانية راح أختصرها بشيء، نبدل حارس، نضيف مدافعين اثنين، نضيف لاعب وسط واحد مغترب اللي هو لؤي العاني، وبخط الهجوم نجيب جاستن ميرام. هذا كل اللي اقدر اقوله على اللاعبين اللي ممكن نضيفهم بالفتره المقبله، لانه اللاعبين الاخرين اذا ردنا نضيفهم قانونيا ممكن ما راح نقدر نضيفهم لانه غير مسجلين كلاعبين عراقيين. اما اذا اكو كم لاعب مسجل بالاتحاد العراقي انه هو لاعب عراقي ويقدم اداء جيد ومميز، فحيا الله بكل اللاعبين واللي يحبون يخدمون المنتخب العراقي. فملخص الفيديو ماتي راح اقول لكم اياه على السريع، ننتظر هديه من البحرين تطلع ايران اللي هي منافس كبير على التاهل الى كاس العالم. اما النقطه الثانيه فهي تجديد بعض الخطوط اللي موجوده بمنتخبنا الوطني واللي ركزت بها على حراسه المرمى ومدافع او مدافعين ولاعب وسط ومهاجم. اما موضوع المغتربين واللي حتكتبوا لي بالتعليقات، فانا اريدهم يلعبون المنتخب الوطني، شرط انه يكون اوراقهم كامله وشرط انه يكونون جاهزين للعب مع المنتخب، لانه الوقت اللي عندنا ضيق جدا، وحاليا اذا رجعت كره القدم الى الحياه راح نشوف هوايه مباريات بفتره زمنيه بسيطة جدا، كلها على مود ما يلغي كأس العالم بعام 2022. هذا كل ما عندي عن فيديو اليوم اللي أتمنى ما يكون فقر. أشوفكم بخير يا رب، مع السلامة.